السلام ورحمة الله وبركاته. أنا محمد جرين محمد، كنسكن في ضرب الطلبة زنقة 12 الدار 37. هذا السيد هذا كان ساكن عندي مدة 4 سنين، زرقاد محمد، ودابا راه وقعت ليه شي ما بقاش كيعقل، ما بقاش كيعقل. المشكل عندك من الاول، عاود لنا كيفاش التفاصيل من الاول. اول ما رجعت شحال دابا المشكل كاين؟ كاري عندي شي 4 سنين هادي، وكان انسان قاعد كيمشي كيطيب راسو كلشي كيعقل، كيطلع في الدروج يهبط زعما ماشي بخير. سولتو قلت له واش عندك شي عائله؟ قال لي عندي غير واحد اختي في سيدي بنور، النمره اللي كانت عنده ديال التليفون ودرها. مره يقول لي راه عندي الاولاد، مره يقول لي راه ماتوا، مره ما كيخرج ويدخل في الهضره، ما عرفش الحقيقه ديالته. وهذا كيفاش كان في الحياه زعما في العيشه ديالو؟ عيشه ديال كان عيشه ديالو اللي قسم الله راه كنعطيه، ولا ما كنتش انا كيديباني راسو، كيمشي يجيب يمشي للقهوه كيعطيوه الناس الماكله فابور كيتقدى، وكيجيب الرسول مره بنان مره يجيب ما ياكل. الا ما كنتش مني كان يكون اللي قسم الله راه تياكلو. يعني ما كانش خدام ولا شي حاجه؟ لا لا خما هو كيترزق الله، كيترزق الله داكشي اللي كيصوب الله ما كيسعى، وكان سعى الله داكشي اللي كيدير في المهنه ديالو. السومه الكرائيه بشحال كنتي كاري ليه؟ كنت كاري لي واحد الكوزينه ب 7000 ريال مضيقه عليه. ملي خرجوا عندي واحد الجوج كانوا كاريين من الشمال، قال يا وليدي هاد الكوزينه قبر مضيقه عليا، وانا نحولوا واحد البنت كنت كاري ب 18 كريتو ليه ب 14. شويه من تدهورات الحاله ديالو ما بقى تيصور، عاود نقص ليه 4000 ريال وكيعطيها لي غير بالتقطيق 2000 1000 ريال 400 ريال، ما كنخرج منه لا ضو لا ما. يعني جاتك تدير فيه الخير؟ كندير فيه الخير سيدي، غير زعما بحال قلتي هذاك الشيء، غير ما عندي انا سوق انا في الورثه ولا انا. المهم واخا داك الشيء كنقول نسير معاه حتى يحن الله. وهذا السيد مني وصل لهذ الحاله هذه راه ما ولا فيه الزهايمر وما بقاش كيعقل. شنو الحادثه اللي وقعت ليه بالجنازه؟ الحادثه كيخرج مره كيخرج كيجي ما كيعقلش، كيجيبوه الناس مره كيتجلى كيجيبوه الناس. هذه المره تكرفص، تكرفيصه واعره. مشى كنت انا مسافر، كنت في اكادير مسافر خارج من شي 3 شهور هذه. مني هذا عيطوا لي الناس، قال لك اوديها وقع لي الخوف ضرب غلف شويه، عيطوا للقايد جاب لي لامبيناس داه للسبيطار. السيد ما تيعقل، فيه الزهايمر ما كيعما بقى السميه ديالي كيعرفها. كان تيعيط لي محمد، ودابا والو قال لي ما بقيتش ما عرفتكش يا وليدي. دابا السيد الحاله ديالو مدهوره، ما غنقدرش انا ندير ليه حتى حاجه، مكرفص. السبيطار شويه دابا الحاله ديالو راه خاصو عمليه ديال الكلى، عنده النبوله كيعاني، وكان دار عمليه على العين، وكان دار على الكلى على بروستار. ايوا هذا الشيء اللي كاين. حنا دخلنا شفناه دابا، يعني ما عارفش بقى مازال فيه الزهايمر، ما كيعرفش كل اللي معاه ولا والو. اي هذاك الشيء اللي كاين، ما كان تيعرف، كان تيعيط ليا بالسميه فهمتي. دابا ما كيعرف كلشي جيران، دابا ما بقاش كيعرف والو، ما بقى عاقل على والو. العائله ديالو عمر شي واحد جا سول فيه؟ لا والو. وتقول واش شي حد جا طلع عليه ولا حتى حد؟ تيقول لك انا ما عندي، عندي غير واحد اختي صافي. تيقول لي انا ما مجوج، ما عندي لا ولاد لا والو فهمتي. وكان هو كان كاري في عين الشوق قديم، قال لي كنت كاري في عين الشوق شويه، وكان قال لي ثاني كريت في الولفه. والاصل ديالو فين زيد؟ اصل كيقول عين عيشه تا ونات، عين عيشه تا ونات فين فين ما حاولتوش زعما يكون شي تواصل زعما مع شي جماعه ولا شي وحده زعما اللي المسؤولين اللي تواصلوا يقلبوا على العائله؟ لا ما لقيناش حتى حد. تنحاولوا دابا مني مرض باش نعرفوا ليه زعما شي واحد ولا. يعني دير شي نداء للعائله ديالو بالاسم ديالو، دير نداء دابا للابناء ديالو شي واحد. هاد السيد هاد اللي كيعرفو يجي عنده مسكين، راه محمد زرقاد مسكين، راه السيد راه الحالة ديالو راه مدهورة بزاف. اللي كيعرفو شي حد يجي ليه الله يرحم والديه، يجي يشوف به. إلا كان شي خوت ولا شي ولاد ولا شي عائلة، راه السيد مسكين راه عنده غير الله هو اللي كاين والحباب.
كتجيو كتبدلوا ليه كتجيو كتشنو ما كتجيبوا داكشي المحسنين كان الحاجه اللي كتعاونوا حنايا وصافي داكشي اللي كاين الحاجه قالت لك يعني ما كرهاش اللي يعاونوا في كلشي اي تنعن نطلبوا المحسن يجي يعاونوا داكشي عليه كنطلبوا يجي يعاونوه في المرض اللي كيعاني منه وفي الكوش وفي اي حاجه خاصه الماكله خاصه هذا السيد هذا راه مسكين راه ما عنده الا الله سبحانه وتعالى راه لا حول ولا داك الشيء هو كان تيترزق الله دابا راه ما بقاش من غادي يجيب ما ياكل وباش يشرب الحاجه دابا اللي كاينه به الحاجه اللي مكفله به هي دابا الله يجازيه المهم هذا هو شي المراه هذه اللي واقفه دابا للمحسنين رساله للمحسنين كنطلبهم يجيو يشوفوا هذا الراجل يعاونوه شويه الله يعاونهم يعاونونا عفليكوش يعاونوه بشويه راه مسكين راه الحاله ديالو راه مسكين سيئه راه خاصه واحد العمليه شوفي يعاونونا فليكوش ويعاونونا في سميتو ورساله للابناء ديالو تما العائله ولا يكونوا كيتفرجوا بنفس الاسم عاود ذكر الاسم ديال العائله الا سميتو العائله ديالو راه تنقول لهم هذا السيد سميتو محمد زرقاد راه السيد هذا كنطلب العائله ديالو الا كان ولاده ولا كان خته ولا كان شي واحد من الحباب يجي يشوفو مسكين ويتعاون معاه لوجه لله راه الحاله ديالو راه سيئه مسكين راه ما كيقدي نوض ما بقاش عقل فيه الزهايمر ما بقاش عقل حتى على دار ولا على تسميه ما بقى عقل هذا السيد هذا مسكين راه في واحد السيد دابا ملي هو قريب ملي يخرج من السبيطار شكون غيكون به شكون غيهزو شكون غيدير عليه الله ما هذا السيد هذا ما نقدرش نقول لك راه حنا جرينا مشينا لعين الشوق اللي سميتو دار المسنين ما قبلوه مشينا اللي سميتو للسبيت البلاصه سميتو دار المسنين ما قبلوش قال لك جيب لينا ورقه من عند القايد كيقول لك اسيدي هما يعطيوك الورقه يجيبوا شي ورقه من دار العزازه عاد نكون وهو نفس المهم تيقول لك حتى هما هاد الهضره تيقول لك لا سير جيبها من عند القايد وهذا السيد هذا راه دابا الا جاب الله ولا هذا السيد نقولوا في حالات ما هذا لاحوه ولا شي حاجه خرجوه ولا شي راه ما عنده فين غادي يمشي ما نكذبش نقول لك انا الا دخلته راه بالنسبه لي منتف كيطيح من الدروج والناس وما كانكونش كنسافر ما تيقدش هو يطلع ولا ينزل ما كيقدرش مازال ما عارف عقل حتى على راسه ما كاين اللي قابلو دابا في هذه اللحظه اهم واحد خاص يكون معاه هو العائله ديالو اهم الواحد يكون عنده العائله ديالته يجي شي واحد او حتى الا ما كان العائله الا كان شي محسن يدخل الله يجازيه بخير يدير في هذا الرجل الحسنه يقوم به بسميتو رانا يقوم به بالماكله يقوم به بكل شيء وخاصه هو الاول هو السكن فين يسكن دابا الا ما قبلوش دار العزازه وما قبلوش سميتو راه ما كاينش فين غادي يمشي هذا هو الاهم خاصه هو السكنه هاد السيد راه كتجي جوج مرات في النهار يعني الحاجه اللي كتجي عنده واش كتجي عنده كل نهار ولا شي عنده مره ولا كتجي عنده كل نهار مسكينه الصباح وعشيه كتجيب ليه ما ياكل جيب ليه حليب انا داكشي اللي قديت عليه راه كنديرو انا ما مساليش عندي سميتو انا جيت دابا من السفر وعندي شي مشاكل كنسافر كندي هنا داكشي اللي قسم الله كنجيبو له حليبه نجي ولكن الدار اللي ساكن فيها مهدده بالسقوط يعني تانا مجلي انا براسي دابا الدروج هذوك الدار عاليه ما تلاتش خدامه لي ما تبقاش خدامه لي هذيك الدروج راه الدروج كيطيح مره ماشي مره يكون كان باقي الصحه ديالو تقدر تدخلو ندخلوه مرحبا ندخلوه واخا ما عنده والو واخا ما يخلص الا كاع ما ولكن دابا المشكل اللي هو ما طابعش انا لا فكره لا والو هو الصحه ديالو راه ما عندوش هاد السيد اللي قابلو هاد السيد